ربنا يعين. كابتن عادل طبعا اكيد ليك ذكريات كويسه جدا، وما تطولش قوي في موضوع البينالتي بتاعت خلاص لا خلاص يعني. لا هو في حاجه الكابتن اسامه نساها. ايه؟ لما كابتن اسامه اول ماتش لعبه في افريقيا او من الماتشات الاولانيه بتاعته لعبوه باك ليفت، لما كابتن ربيع في الفاينل غاب حتى خسرنا من كوتوكو واتقال في الجرايد 83 واتقال في الجرايد هنا احنا خسرنا البطوله لكن كسبنا اسامه عربي حته الباك ليفت. دي كانت بدايه اسامه عربي في الباك ليفت. يمكن البطولات اللي هي بداياتنا احنا ممكن نكون اتقيدنا في بطوله 87 اللي بتتكلموا عليها، احنا كنا مقيدين انا وهاني رمزي وعبد الجليل وعمر كنا متأيدين ولكن ما لعبناش يعني. يعني انتوا كنتوا مقيدين 84 87 87 كنا مقيدين معاكم ولكن ما كناش بنشارك خالص ما كناش متواجدين. فاكر كان مين المدير الفني في 87؟ كان كابتن انور ومعاه جيب باتلر ومعاه كابتن انور سلام. مظبوط. واحنا كنا مقيدين وكنا صغيرين قوي، اتأيدنا احنا الاربعه وبعدين ما لعبناش، وبعدين لعبنا 88 اللي هي كانت مع الخواجه فايسا وبدانا بقى نلعب البطولات اللي بعد كده في 93، وبعدين الكابتن صالح القرار اللي اتكلم فيه. بس هو الكابتن اسامه يعني اصل مباراه ال 93 دي كانت جميله، وبعديها لعبنا مباراه السوبر لما رحنا مع الكابتن اسامه لما حط نفسه في جميع الفرق. بيحكي لي على الفاينل والبينالتي لما طب اقول لك حاجه مهمه يا كابتن ايمن، انت كنت في الملعب. لا انا كنت احتياطي. ايوه انت كنت يعني كنت في الملعب مع انت عارف انه الماتش الاولاني ان انا كنت هلعب ناحيه اليمين مش هلعب ديفندر. عمري ما لعبت في حياتي ديفندر خالص. يمكن الان هاريس قال كابتن طارق ساله كان هادي خشب اتعور قال له هو انت هتلاعب مين في الفاينل هناك هيلعب ديفندر؟ قام قال له انا منظر على واحد بس مش هقول له الا يوم الايه؟ يوم المباراة. أي. فأنا كان أبعد من دماغي عمري في حياتي ما لعبت ديفندر خالص. كنت ألعب ناحية اليمين مكان ياسر ريان. وجيت أنت عارف لما الكابتن شطب يندهلك يبقى حاجة من الحاجتين. يا بره. لا أنت بره الفرقة خالص لا تاخد مهام. والكابتن أسامة هحكي لك واحدة عليه هو بتاعت السوبر. المهم إن إحنا إيه؟ جابوني دخلوني جوه فأنا افتكرت إن أنا هيطلعوني بره لان انا كنت اساس الفتره. فقام قالوا لي كابتن طارق قال لي انت هتلعب مكان جديد. لو عندك الشجاعه انك انت تلعبه العبه، لو انت مش قادر العب مكانك وهتبقى ارجل عندي من انك انت تقول ده اللي بدا الكلام معاك كابتن طارق سليم. كابتن طارق سليم. وقال لي شوف بقى ألان هاريس هيقول لك ايه. فمستر هاريس كلمني وقال لي هتلعب ديفندر بكره وانت اول مره تلعبها في حياتك انا سمعت، لكن انا عايز منك حاجتين بس علشان في الان سيرجي ماجي في وسط الملعب وهم في افريقيا سبور فرقه قويه جدا وعندها احمد وطارب والناس دي في الحته الهجوميه، فالنص الملعب لو اتمسك كويس احنا هنعمل مباراه كويسه. الحمد لله لعبتها وهادي خشب كان مصاب. لما رجعنا القاهره نلعب الفاينل، عشان كده انا بقول دائما ماتشات الفاينل يا كابتن ايمن ما بتتذكرش فيها الا النتائج وليس الاداء. صح. علشان كده الفاينل ممكن يخلص بجون ولا مظبوط يعني بتاخد بطوله طبعا. قال لنا مستر الان هاريس قال لنا هتلعبوا زي ما لعبنا هناك هندافع. قلنا له احنا هندافع ده احنا متعادلين. ايوه استغربنا ساعتها. صحيح استغربنا قلنا هندافع ليه؟ قال لك التاريخ ما بيذكرش الا البطولات. ولعبنا وحتى انا لما جالنا البنالتي قعدنا يجي خمس دقايق عقبال ما نشوطه. ايوه كل ليه بقى قول لي ليه؟ علشان الكابتن اسامه عربي ما جابهاش جول. راح شاط قد ايه انت عرفت؟ يعني طب ما تسيبها يا كابتن حسام حسن وقع تمام؟ قلنا كويس خلاص الحكم اداها فطول الحكم شويه عشان يدي فمن 6 يارد او 7 يارد شاط زي الصاروخ الجون مسكها وقاعد. ايوه انا فاكر طبعا. فقلت له يعني ليه بتشوط طيب ما تمسك ده لما الحكم يمشيها وكده. المهم خدنا البنالتي وعذاب بقى مسكت الكوره خمس دقايق. ما حدش جالك؟ لا ناس كتير جولي. مين قول لي؟ طيب اول واحد كله بطل. اول واحد جالي حسام حسن. ايوه انت عارف حسام لما بيجي يتكلم يفضل يعمل انا عايز الكوره يعني ولا ايه؟ يقول لي انا اشوط. لا انت تشوط. لا بص الجمهور ده وقعد يعمل كده الجمهور ده كله جاي. المهم قلت له هو الان هاريس اللي كان قايل لنا رقم واحد اشوط لو جالنا بنالتي. ايوه
لان رمضان كان بره، رمضان اللي كان بيشوط رقم واحد. صح. فقال لي انت اللي هتشوط، فانا قلت له يا حسام هتشوط ولا لا؟ قال لي في الاخر قال لي شوط. المهم نزل لي الكابتن اكرامي، اول كلمه يقولها لي ايه تخيل؟ الخواجه بيقول لك لو ضيعتها العب عادي. قلت له شكرا. الحمد لله جالي اخر واحد ياسر ريان، خرجت الشحنه كلها فيه، بس مش قادر اقول لك عملت ايه. يعني لما لقيته جاي له بيكلمني قمت ايه يعني خلعت فيه، طلعت كل حاجه فيه لاني كنت مضغوط قوي، والحمد لله. بس انت شوطك كويس. الحمد لله. يعني الجون كان حسيت انه يعني صغير جدا، وهو جون كان عظيم، كان جون قوي جدا. من الاجوان اللي هي فرقه قويه جدا، وكانت افريق سبور فرقه طبعا كانوا جامدين جدا. وانا فاكر السبرنت اللي عمله ألان سيرجي ماجي والكابتن اسامه، فاكره يا كابتن ولا لا؟ طبعا. السبرنت اللي انت سبقته قد ايه؟ سبقته بقد ايه انت؟ بكتير طبعا. بكتير جدا. المهم يعني الكابتن اسامه كان دايما في السوبر يا كابتن ايمن، واحنا مسافرين لو انت فاكر ماتش السوبر جوهانسبرج. ايوه طبعا. يحط نفسه في الفرقه دايما. هو بقى يحكي لك، اقول له يا كابتن اسامه لعبني. أيوه. انا عاوز ابدا الماتش. أيوه. هو عامل فيها مدرب. أيوه. هو كان لعيب. أيوه. يقول لي لا 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 انت بره احتياطي، وهيلعب واحد اثنين ثلاثه. بس خلي بالك، عايز اقول لك حاجه يا كابتن عادل في الموضوع ده، كل المدربين اللي جم سواء مديرين فنيين اجانب او مصريين كان اسامه بيتحط نمره واحد. بس لا، الفتره دي لازم يحكي لك الموضوع ده، لانه لو ما حكاهوش انا هزعل. ليه احكي ليه؟ لا لازم. خلاص حكيناه كتير قوي. لا بس انا عاجبني اصله، عاجبني قوي يعني. طب احكي انت. لا لا انت اللي تحكيه. لا لا. طب ايه الموضوع يا كابتن اسامه؟ ما اعرفوش انا، كنت معاكم في جنوب افريقيا. يبقى انت اللي حطيتني بره. لا انا كنت بلعب على طول. في الدوري هنا. ايوه. فمتاكد ان انا هلعب. ومعظم الماتشات بلعب اساسي. ايوه صح. وعادل في ماتشات كان بيلعبها وفي ماتشات بيقعد. فاحنا مسافرين بقى السوبر هنلاعب الزمالك. صح. فانا متاكد ان انا هلعب. ما عنديش شك 1%. كان ألان هاريس. طبعا. انا كنت قاعد جنبك برضه. ما انت عادل نايم معايا في الاوضه. يقول لي بقى لنا اسبوع بقى مين اللي هيلعب، احط التشكيل وهو مش موجود فيه. اقول له انت بره وانا موجود. اشيل تاني يوم يقول لي يا كابتن مين اللي، طب حطني اي، حطني احتياطي، طب حطني، احط الفرقه واشيل مثلا واحد وبرده هو بره. قلت له انت احتياطي عادل مش هتلعب، انت بره. المهم سافرنا جنوب افريقيا وبنحضر بقى للماتش، فلقيت الكابتن شطه بيندهني ليله المباراه. فقلت اكيد هيقولوا لي بقى تعليمات وكده. فقلت له عادل انا رايح ايه للمستر ألان هاريس. فجابني قعد يحكي معايا شويه، بعدين قال لي انت بكره سما بره. قلت له بره. ماشي. فقعدت اتكلم معاه شويه، فخلاص رحت ماشي بقى ومديهم ظهري وماشي، اكيد احتياطي يعني مش ممكن خالص. فانا مش عارف ايه اللي خلاني اشك. فبصيت لهم هو كابتن شطه بقول لهم انا احتياطي بكره يعني؟ قالوا لي لا انت بره خالص. لما جيت للاوضه، رحت الاوضه لعادل، هو دخل لقى لي بقى ايه؟ بعرق وايديك متلجه. بعرق وايدي متلجه مش عارف ازاي. قال لي في ايه؟ قلت له طب وانت ما تكلمتش معاهم خالص؟ يعني ما عرفتش، ما اديتش اي حاجه؟ لا ما مش ضروري احكي بقى. بس خلاص يعني طلع. اكيد. انا وقعت. قال لي قلت له ده انا بره. قال لي يعني ايه بره؟ قلت له بره الماتش خالص. راح وقع من البتاع. هو لعب. بقول لك ايه؟ انا وقعت ضحك. مت. لا الماتش ده فعلا كان فيه اسامه كان بره، انا ورمضان كنا احتياطيين. رمضان يمكن نزل في الاخر، اخر ربع ساعه. انت عارف ان كابتن اسامه في ماتشات اهلي والزمالك كان بيبقى احسن لعيب على الاطلاق، حتى لو ما لعبش. بقاله مظبوط 70 اسبوع. صح. ينزل مباراه اهلي والزمالك يبقى افضل لاعب في الفرقه كلها. صحيح. هو بيحب ماتشات اهلي والزمالك. صحيح.